أهلا بكم. مرة أخرى يستقبل اليمنيون العيد في ظل انقلاب الميليشيا على الدولة ومؤسساتها، وللعام الرابع على التوالي يعيش اليمنيون أجواء ما قبل العيد في ظل تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مستمر وارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب. هذه المرة جاء العيد وقد ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل مضاعف وتزايد أعداد النازحين بسبب استمرار المعارك في الساحل الغربي. عن كيف سيستقبل اليمنيون عيد الأضحى في ظل الأوضاع الراهنة سيكون المحور الأول لحلقتنا في برنامج المنصة لهذا الأسبوع. في المحور الثاني من الحلقة سنتناول موضوع التكافل الاجتماعي وأهميته وقت الأزمات، كيف يمكن أن يساهم المواطنون ميسروا الحال في التخفيف عن المحتاجين في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، وما دور المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في الحث على مثل هذه القيم. نبدأ باستقبال مشاركاتكم بعد أن نشاهد التقرير التالي الذي أعده الزميل عمر نهيم. أكثر من أربعة أعوام من الحرب يعود في ظلها عيد الأضحى المبارك، وحماس الشارع اليمني الذي اعتاد على استقباله يقل عاما بعد آخر. فالوضع الاقتصادي المتدهور بشكل مستمر منذ بداية انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وسيطرتها على مؤسساتها ألقى بظلاله على أوضاع الناس المعيشية طوال العام وخصوصا في فترة الأعياد. فخلال هذه المدة انخفض سعر العملة المحلية وارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس بشكل مضاعف عما كانت عليه قبل الحرب. وبين متطلبات العيد التي جرت العادات والتقاليد لدى المواطنين على اقتنائها وتقديم الأضاحي كشعيرة هامة في العيد والتي ارتفعت قيمتها إلى أكثر من الضعف، وانقطاع الرواتب للعام الثالث على التوالي يقف المواطنون حيارى متخوفين من قدوم العيد أكثر من فرحتهم بوقوفه على أبوابهم. منظمات إنسانية كانت قد نشرت في بيانات كثيرة لها أن نسبة الفقر في اليمن تعدت 80% وأن أكثر من ثلثي السكان على شفا المجاعة، الأمر الذي يجعل من استقبال المواطنين للعيد هذه المرة صعبا جدا. من جانب آخر يعود عيد الأضحى والسجون ممتلئة بآلاف المعتقلين، إضافة إلى مئات آلاف النازحين الذين يعيشون خارج ديارهم، ومئات الآلاف من المغتربين الذين يستقبلون العيد بعيدا عن ديارهم التي تركوها مجبرين بسبب مطاردة ميليشيا الحوثي لهم. أربعة أعوام وعيد الأضحى يدق أبواب اليمنيين حاملا في يديه أخبار الموت والقذائف ودخان الدمار بدلا من الهدايا والألعاب ورائحة البخور. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. من القاهرة من مصر الأخ توفيق الجبري، أهلا بك توفيق. أهلا وسهلا بكم جميعا. عيد مبارك مقدما، برأيك كيف سيستقبل اليمنيون العيد في ظل الأوضاع الراهنة؟ كل عام وأنتم بخير والأمة اليمنية بخير، والحقيقة لم يعد هناك أي نكهة للعيد عند أغلب اليمنيين، وفي اعتقادي وتصوري لم يعد هناك أي استقبال للعيد كما كان اليمنيون يستقبلوه قبل 21 سبتمبر 2014 قبل الانقلاب المشؤوم، سواء كان استقبالا معنويا متمثلا مثلا بالسرور والفرحة والبهجة التي كانت دائما ترتسم على وجوه اليمنيين، أو استقبالا ماديا يعني من خلال شراء الأضاحي، كسوة الأطفال، عتب العيد، جعالة العيد، التنزه في الحدائق العامة والمنتزهات والأعراس كامل يعني. لكن اليوم يأتي العيد وكل الخدمات منتفية بل منعدمة، لا نبالغ إن قلنا أنها منعدمة تماما، الصحة منعدمة، التعليم منعدم مشلول، لم يعد لدى اليمنيين شيء يستحق الاستقبال. يأتي العيد في ظل أيضا أوضاع مأساوية وتدهور كبير للأوضاع الإنسانية، يأتي العيد أخي العزيز بمزيد من القهر والألم الذي يتجرعها اليمنيون طوال أربع سنوات، يأتي العيد بعد مرور أربع سنوات على الحرب وهناك نحو 1,200,000 موظف حكومي بدون مرتبات، يعني ثلاث سنوات لا توجد أي مرتبات للموظف الحكومي. كيف سيكون استقبال للعيد؟ استقبال بنوع من الآلام ومن القهر حينما يجد أولاده ويجد أطفاله ينتظرون هذا اليوم ليدخل إليهم الفرحة من خلال شراء الملابس، من خلال الزيارات، من خلال خروجهم من المنزل يذهبون إلى المنتزهات العامة والحدائق، ولكن للأسف الشديد أصبح اليمنيون يعني في مكان يحسد عليه. اتسعت رقعة الفقر، اتسعت وأصبحت يعني
اليمن لديها مجاعة كبيرة. أعتقد أن تقرير الأمم المتحدة الذي تكلمت عنه أنه عندما قال ثلث سكان اليمن متجهين نحو المجاعة، نحن في المجاعة، لن يعد يفصل بيننا وبين المجاعة شيء. يستقبل اليمنيون ومنهم أولاد الشهداء الذين يدافعون عن الوطن، ومنهم المعتقلين في سجون الميليشيات الانقلابية الذي يمارس عليهم أشد أنواع التعذيب بحق اليمنيين دون أي حق. يستقبل اليمنيون أعتقد العيد ومنهم من هو نازح من جحيم الحرب وينتقلون إلى أماكن أخرى ليس فيها أدنى مقومات الحياة ومقومات الخدمات العامة. الوضع يا أخي وضع مأساوي، وضع صعب جدا، وضع لا يستطيع الإنسان أن يصفه وصفا كاملا دقيقا لما يعيشه ويعانيه اليمنيون في اليمن وخارج اليمن. هو بالنسبة لمن هم خارج اليمن أيضا، هل الوضع أيضا مأساوي لهم؟ لأن هناك ربما يقول البعض أن من هم في الخارج الآن ربما قد يكون وضعهم أفضل، يشعرون بفرحة العيد، ما رأيك؟ يا أخي اليمنيون ما بين مشرد ومهجر وسليب الوطن، تركوا الوطن وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى، لا يريدون أن يخرجوا منه. اليوم يأتي العيد ونحن غائبين عن أولادنا، غائبين عن أسرنا، لم نتعود أن نفارقهم في هذه الأيام أيام العيد، لكن الوضع والانقلاب الذي جعل اليمنيين يخرجون ويتركون يعني الوطن ويبحثون عن إما أنهم مهجرين وإما أنهم يبحثون عن لقمة العيش ليسدوا رمق أولادهم. فالعيد صعب سواء الذي في الداخل أو في الخارج. الذي يعيش في الخارج يعيش مآس، يعني مأساة كبيرة، يعيش فراق وطنه، فراق أهله، فراق مجتمعه الذي تربى عليه، يعيش في وضع مأساوي جدا يعني. فأنا أعتقد أن الذي في الخارج نفس ما يعانيه الذي في الداخل، إلا أن الذي في الداخل يلمس القهر، يلمس الوجع، يلمس الجوع، يلمس ما تمارسه هذه الميليشيات الإنقلابية ضد أبناء اليمن وضد المشروع الوطني اليمني. أشكرك جزيلا توفيق الجبري من مصر، شكرا لك. اتصال آخر، شاكر، أهلا بك أخ شاكر. أهلا وسهلا فيك، عيد مبارك مقدما. شاكر، أنت في الهند لكن تتابع ولك تواصل مع الأهل في اليمن، هل هناك اهتمام برأيك بأجواء ما قبل العيد بالاستعداد للعيد، أم ربما الظروف الحالية قضت على أي مظاهر لاستقبال العيد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه المداخلة. والله نتواصل مع الأهل في اليمن. كان سابقا الشعب اليمني واليمنيين في داخل الوطن وخارجه يستقبل عيد الأضحى وعيد الفطر أو أي مناسبة دينية في ظل وجود ابتسامة ووجود فرحة وبهجة لدى الصغار ولدى الكبار، لكن في ظل وجود هذه الحرب الدامية، وجود الحزن، وجود انقطاع المرتبات، وجود انطفاء الكهرباء، يعني لا يستطيع الشعب اليمني سواء في داخل الوطن أو خارجه أن يعيش أجواء العيد كما يعيش أيضا أي بلد آخر. مثلا نتواصل مع أهلنا في اليمن، ناس لا يعني لا يمتلك حق شراء الأضحية، لا يمتلك حق شراء كسوة العيد للأولاد، للعوائل، لا يستطيع أيضا أن يوفر الحد الأدنى يعني من مقومات العيش وليس من وجود ابتسامة عيد. يعني لا يستطيع الآن الأب أو رب الأسرة في ظل وجود انقطاع رواتب أو وجود عدم دخل أن يستطيع مثلا توفير لأولادها المأكل والمشرب والملبس. ناهيك عن يعني كيف عاد يستطيع هذا الشخص أن يزرع هذه الابتسامة على في نفسه وفي عائلته وفي وجوه يعني أولاده وأطفاله. الآن مثلا بس نحن في الخارج مثلا نفس المعاناة اللي يعانيها أبناء اليمنيين في الداخل، نحن نتجرع المر الذي يعانيه اليمنيين وأهلنا في الداخل. مثلا نحن هنا كطلاب أوعدونا في وجود الآن قبل العيد الربع الثاني من العام 2018 ووجود الرسوم، كنا على يقين بأنها سوف تصرف وسوف نعيد يعني مثلنا مثل الطلاب الأجانب الخليجيين وغيرهم الذين يعيشون الآن في جمهورية الهند. نتفاجأ بأن هذه المستحقات المالية والرسوم وإلى ما لا نهاية تأخرت، يعني بنتجرع العلقم، يعني
كنا مستعدين مثلا نقوم نعمل على مثلا شراء ضحيات، نقوم يعني بزياره بعضنا البعض، نتساعد مع الطلاب اصحاب النفقه الخاصه. ونتفاجأ قبل يومين او ثلاثة ايام نبلغ انه ما فيش مستحقات ماليه، ما في رسوم قبل العيد. نفس الشيء يعني نستطيع ان نخرج اهلنا مثلا واطفالنا، لا نستطيع ساهم، لا نستطيع شراء ضحيه. الله يعين الشعب اليمني في داخل البلاد وخارجها اخي. اختم معك بهذه الدعوه ان شاء الله. شكرا لك شاكر، ربما تلخصت الوضع، تحدث عن وضع اليمنيين في الداخل والخارج، ربما السوء يعني يلامس الجميع داخل وخارج البلاد. نذهب لاستطلاع بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب. الان قدوم عيد الاضحى والاقتصاد مدهور يعني، والغلاء يعني بتصاعد، والبدلات حق الاطفال والمزمو اسعار غاليه جدا، ويعني كل الملتزمات مع ارتفاع العمله وارتفاع الدولار. ولكن سنة والأضاحي، حتى الأضاحي أسعار قانونية يعني ليست كما كانت بالسابق، ولكن والوضع الأمني مدهور ليس كما كان. والحمد لله سنعيش هذا العيد بفرح وابتسامة الأطفال، ولن يصعب علينا أي شيء. أتى العيد مع ارتفاع الدولار ومع هذه الأوضاع الأمنية المختلة في مدينة تعز وارتفاع الدولار مع ارتفاع الأسعار، أتت مع ارتفاع الأسعار كلها من ملابس، من أداء ما من ملابس، من مواد غذائية، من مواد استهلاكية، من جميع الأغراض. وفوق هذا كله الرواتب ضعيفة جدا، ما نلاقيها إلا من السنة للسنة، ما نلاقيها أبدا. وفوق هذا كله الأوضاع الأمنية المختلة. كانت هذه مشاركات من خلال واتساب. لدينا اتصال من عدن الأخت أمة الرحمن. أهلا بك أمة الرحمن. في عدن كيف هو استعداد الناس والتجهيزات للعيد في ظل هذه الأوضاع، سواء الأزمة الاقتصادية جرى ارتفاع سعر الدولار، وأيضا يعني باقي الأمور التي ما زالت مستمرة كتبعات للحرب ربما للعام الرابع على التوالي؟ في البداية سعد مساءكم جميعا. هو في الحقيقة سيتم استقبال هذا العيد تغير من الأعياد، حيث لا جديد فيه سوى ارتفاع الدولار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. كذلك أدى هذا الارتفاع إلى صعوبة في توفير الكثير من المستلزمات سواء غذائية سواء كسوت العيد. هذه الأشياء تؤدي إلى إعاقة قليلة في استقبال العيد لهذا العام. كذلك استمرار عملية توافد النازحين من المحافظات الدائرة فيها الحروب، وخاصة نازحين الحديدة في الوقت الحالي يعيشون حياة صعبة جدا، سواء من كانوا في المخيمات أو من هم في الشوارع والعراء. هؤلاء النازحون سيستقبلون العيد بشكل مأساوي جدا. كذلك ما تزال هناك يقبع الكثير من المخفيين والمختطفين، سواء كانوا في المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية تحت وطأة التعذيب والإذلال في الوقت الذي يعيش فيه أسرهم أوضاع صعبة جدا. فكيف لهؤلاء الأسر أن يستقبلون هذا العيد؟ طبعا هذه هي بعض من الأجواء التي يستقبل. طيب أمة الرحمن، أمة الرحمن، هذه المعاناة يعني يمكن تحدثتي أنت وركزتي على موضوع النازحين الموجودين في العاصمة المؤقتة عدن من باقي المحافظات التي ما زالت تشهد معارك فيها، أنه ربما وضعهم واستعدادهم للعيد ربما قد تكون فيها الكثير من المعاناة. بالنسبة لأهالي عدن وسكان عدن، كيف هي استعداداتهم لاستقبال العيد؟ هل ربما هم مهتمين بكل تفاصيل عيد، وخاصة عيد الأضحى المبارك، من تجهيز الأضحية وملابس العيد، أم ربما الظروف أثرت أيضا عليهم؟ هو في الحقيقة في استعداد نوعا ما، لكن ليست كبقية الاستعدادات. الأهالي بالطبع سيستعدون. شعبنا اليمني دائما يعرف بالكفاح رغم كل الصعوبات والمعوقات، إلا أنه هناك استعداد رغم، لكن ليست مقارنة بالاستعدادات كالعام السابق. هناك أسر لا تستطيع
الزمان. أشكرك جزيلا أمت الرحمن، شكرا. اتصال آخر، أحمد القاضي من المملكة العربية السعودية، أهلا بك أحمد. أهلا أهلا أستاذ سامي. أك أحمد، بالنسبة للأهل في داخل اليمن، كيف هي الاستعدادات للعيد؟ هل ربما هناك اهتمام لكل تفاصيل ما قبل العيد من تجهيز الأضحية وملابس العيد، أم الظروف هذه أثرت وجعلت البعض يستغني عن بعض من هذه الأشياء؟ بالنسبة للعيد في اليمن، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، في ظل ارتفاع العملات الصعبة، في ظل الغلاء، في ظل انعدام المرتب الأساسي الذي كان يوفر لقمة العيش، أصبح كما يقال العيد عيد العافية. لم يعد للعيد تلك النكهة وكما كان في السابق، أصبح الآن يعني كسوة الأيتام، كسوة الناس، أصبحت يعني من المستحيلات، أصبح الناس في وضع مأساوي صعب جدا. بالنسبة كذلك للأضحية، ذبح الغنم أو ذبح الأبقار أو من الإبل، أصبحت منعدمة إن لم تكن يعني مستحيلة. لذلك هناك بعض فاعلي الخير من المغتربين، حتى وإن كان وضع المغتربين نوعا ما صعب جدا، لكنهم ما زالوا بصيص الأمل الذي يعني يعيل كثير من الأسر. بالنسبة للمحافظات التي تقع ضمن مناطق الانقلاب، مناطق صعبة 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 جدا، مثل هيمنة الحوثيين والضرائب والإداوات الصعبة والمجهود الحربي والسرقات والنهب المتواصل، أصبح العيد هناك أشبه بالموت، أصبح مثله مثل سائر الأيام، ليس له طعم أو أي معنى. لكن بالنسبة للمناطق المحررة الواقعة تحت السيطرة الشرعية، نوعا ما هناك بسيط أمل في الاحتفالات، يعني بسبب فاعلي الخير المتواجدين هناك، بسبب صرف بعض المرتبات كما في تعز وبعض المناطق من عدن وجنوب اليمن. هناك فاعلي الخير، يعني بالأمس قرأنا عن بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من دعم بأربع أسوار لأكثر من 100 أسرة، هناك من دعم بالكباش بالكيوس، لا زال هناك بسيط أمل لإعادة الفرحة لهذا الوطن المنكوب. وهو ربما هذا سيكون موضوع المحور الثاني في هذه الحلقة عن التكافل الاجتماعي وأهميته بين اليمنيين فيما بينهم في ظل وقت الأزمات. حول موضوع كيفية استقبال العيد في ظل الظروف الراهنة، نقرأ بعض المشاركات من خلال الفيسبوك قبل أن نذهب إلى المحور الثاني. الأخ أسامة يقول: سنستقبل العيد في ظل وضع متأزم والأسعار مرتفعة، خاصة أسعار الأضاحي وأسعار المواد الغذائية والوضع الأمني المتدهور، خاصة في تعز، هناك حرب وحصار من خارج المدينة واشتباكات واغتيالات واختطافات داخل المدينة، هكذا سنستقبل العيد. الأخ عبد الفتاح يقول: سنستقبله بحب وسعادة، فهو عيد يخفف عنا الغربة، يقربنا مسافات إلى القرى التي ترعرعنا فيها وذكريات الأعياد فيها، مهما كان هذا العام مميتا ومحزنا ومتعبا لنا بسبب الغلاء الفاحش وتدني مستوى المعيشة وتدهور العملة والحروب التي لم تنتهي، لكن مع ذلك نشعر أن عيدنا الدينية روحية قلبية أكثر ما هو روتين سنوي نحتفل به كل عام ونمضي. أجمل ما في العيد أنه يجمع بعد فراق ويقرب كل ما هو بعيد ويسعد كل من هو تعيس ويفرحنا بدل الأحزان. مشاركة أخرى، الأخ الليث يقول: لعدم القدرة على شراء الأضحية أصبح اسم العيد عيد ذي الحجة على غرار عيد رمضان بدلا عن عيد الأضحى. الأخ علي يقول: ثلاثة أعوام مضت بأعيادها ونحن هنا ما زلنا نكابد آهات العيش تحت كنف حكم مستبد يهوي بنا نحو خريف ما قبل الميلاد تحت شعار الموت أو الموت لا شيء إلى الموت، حتى أن السماء أصبحت تخفي علينا ذرات الأكسجين. هكذا يمسي لسان الحال عند التعبير عن فرحة العيد الممتزجة بويلات الدموع وآهات المعاناة. طيب، نذهب إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، سنتناول فيها أهمية التكافل الاجتماعي في وقت الأزمات، كيف يمكن أن يسهم العمل الخيري في التخفيف على الكثير من المواطنين أعباء حياتهم اليومية التي فاقمت الحرب منها، وما دور المنابر الإعلامية والاجتماعية في الحث على مثل هذه القيم المهمة لترابط المجتمع. اتصال، الأخ سليم، أهلا بك سليم. مرحبا أستاذ.
سليم، نخصص هذا المحور عن أهمية التكافل الاجتماعي وقت الأزمات، ما رأيك؟ بداية نقول عيد مبارك مقدما عليك وعلى كل المشاهدين. للأسف يأتي العيد وغالبية السكان في اليمن يعانوا من حالة سيئة جدا بسبب تدهور الأوضاع، وخصوصا في الفترة الأخيرة انهيار الريال رافقه تصاعد كبير لأسعار المواد الغذائية. كل هذه الأشياء ضاعفت من معاناة المواطنين وزادت من حجم المأساة، وبدل أن يكون العيد يعني موعد للفرح والسرور بات للأسف موعد للحزن. يعني تخيل يكون رب الأسرة غير قادر على إسعاد عائلته مثلا، سواء فيما يتعلق شراء ملابس العيد أو فيما يتعلق بالأضاحي. وبالتالي اليوم الجميع مدعي للتكافل والتراحم، يعني خصوصا التجار أو المقتربين أصحاب رؤوس الأموال. هنا هي اللحظة الحقيقية للفعل الخير، للتكافل، للتراحم، لكي فعلا نستطيع أن نساعد الأسر الضعيفة، الأسر الغير قادرة على توفير أبسط مقومات الحياة. فإذا ما لجأ الجميع إلى التكافل والتراحم، هنا ممكن يعني أنه نخفف معاناة الناس، ممكن نرسم ابتسامة على وجوه الأطفال في العيد، ممكن تسعد يتيم، ممكن كمان أنك تكفي أسرة من السؤال، خصوصا هناك كثير من الأسر المتعففة التي لا يمكن أنها أن تخرج من بيتها تسأل الناس. وبالتالي هنا لابد من دور كبير يقوم به، سواء كما ذكرت سابقا التجار ورؤوس الأموال، أو كذلك على مستوى الأسرة. هناك بعض المقتربين غادرين، يعني رغم أن هناك معاناة يعني من هالمقتربين، ولكن ربما لا يزال الحال أفضل من الذين متواجدين في الداخل. وبالتالي ممكن يكون على محيط الأسرة، الأقارب، الجيران، يعني يكون دور تكاملي لحتى نستطيع أن نخفف من المعاناة التي يعاني منها غالبية السكان. يعني طيب الآن سليم، وجهت دعواتك لميسوري الحال من خلال برنامج، هل تعتقد أن وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قادرة على فعل شيء على حث الناس على التكافل الاجتماعي فيما بينهم والتأثير؟ مؤخرا أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير، خصوصا هناك بعض المبادرات الشبابية التي لديها مصداقية، خلقت أثر وكان هناك شيء ملموس في الواقع. وبالتالي من خلال الاطلاع على الكثير من المبادرات الشبابية والتي لها رواج في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك جهود كبيرة تبذل، وهناك بنفس الوقت لقت دعم سواء عبر منظمات، عبر مسؤولين، عبر تجار. وبالتالي كلما كان هناك أثر ملموس، كلما كان هناك في تفاعل. وكما أشرت أنت أنه الإعلام فعلا يلعب دور كبير في حشد الموارد أو حشد ما يعرف بالدعم والتبرعات لصالح مشاريع خيرية ومشاريع اجتماعية لتخفيف المعاناة على الناس. شكرا لك سليم من الأردن، شكرا جزيلا لك. من صنعاء الأخ عمار مرشد، أهلا بك عمار. طيب فقد الاتصال عمار، سنحاول التواصل معه مرة أخرى. نذهب أيضا لمشاهدة بعض المشاركات من خلال واتساب حول أهمية التكافل الاجتماعي فيما بين اليمنيين. بالنسبة للتكافل الاجتماعي فهو مهم في كل المجتمعات، والتكافل الاجتماعي هو يعني العمود الفقري لهذه المجتمعات، خاصة في أيام الأزمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله الأشاعرة، كانوا إذا أرملوا في الحرب، يعني حصل لهم فقر وأزمة، أخرجوا ما لديهم من طعام وتشاركوا. فالتكافل الاجتماعي مطلوب خاصة في مثل هذه الظروف، مثل هذه الأحداث، حتى نتشارك المعاناة ونخفف من بعضنا البعض. التكافل الاجتماعي في الأزمات مهم جدا 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 للناس، ومهم جدا للناس، بحيث أنه الأغنياء تعطي الفقراء، وبنفس الوقت الجمعيات الخيرية، المنظمات الخيرية تساعد الناس وتعطيهم في هذا الوقت العصيب الذي يمر فيه أبناء تعز بحصار، يمرون بأزمات كبيرة، ارتفاع الأسعار، يمرون بعدم انتظام رواتبهم، عدم إعطاهم الرواتب السابقة لسنة وستة أشهر. أبناء تعز بل أبناء اليمن كلها يعانون كثيرا جدا هذه الأيام من خلال الحصار، من خلال الحرب، من خلال الأزمات المتتالية على الوطن العربي، من خلال عودة المغتربين اليمنيين من الخارج. لم تعد هناك أي مساعدات تعطى، بعض المنظمات هجرت تعز، هجرت اليمن، ولذلك لابد من التكافل الاجتماعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. تعاون الجيران فيما بينهم في نطاق القرية، في نطاق
الحي وفي نطاق المدينة للسؤال عن بعضهم وللتعاون فيما بينهم لتقديم ما استطاعوا من خدمات متنوعة. هذا جانب. الجانب الثاني هو دور المنظمات والجمعيات الأهلية والاجتماعية والفردية والإعلامية، التعاون فيما بينها لتقديم الخدمات وللقيام بعملية الحصر والنزول الميداني، ولكون اليمن لا يملك إطار مؤسسي سابق لعمليات المنظمات الأهلية والجمعيات بشكل لا يوجد قاعدة بيانات واضحة. تابعنا بعض هذه المشاركات حول الموضوع من خلال واتساب من صنعاء. مرة أخرى الأخ عمار مرشد، أهلا بك عمار. أهلا سيدي. إذن عيد آخر يأتي على اليمنيين في ظل هذا الوضع والحرب وحالة الغلاء، الكل يجمع ربما على أهمية التكافل الاجتماعي فيما بين الناس. اليوم ما هي أشكال التكافل الاجتماعي التي ما زالت موجودة فيما بين اليمنيين؟ هل ما بين المواطنين فيما بينهم البين، أم دعم الجمعية الخيرية، المبادرات الشبابية؟ طبعا يعني التكافل الاجتماعي بشكل عام هو يبدأ من الإنسان، من الفرد، من الأسرة، من البيئة، من الثقافة اللي عايش فيها الإنسان نفسه. وأنا من وجهة نظري أن التكافل الاجتماعي يشتري له بنية وأرضية كويسة. يعني مثلا لو جينا نتكلم على العوامل الاقتصادية وتأثيرها على التكافل الاجتماعي بقول لك مهم جدا. يعني أنا لما تجي تقول لي أنه البنية الاقتصادية اليمن ضعيفة جدا والغلاء بيزيد ومع الأسف حوامير الاقتصاد والتجار بيزيدوا من قطع الأسعار وكذا، التكافل الاجتماعي بيقل. يعني التكافل الاجتماعي بيكون جدا حلو لما يكون في معك وضع اقتصادي كويس بيساعد الناس انها تتكافل فيما بينهم وبين، بس لما يكون الوضع صعب على الاسره نفسها وتتكافل مع اسره ثانيه بيزيد الخناق على الاسره اللي هي مقدور عليها انها تساعد اسره مش مقدور عليها، بيكون الوضع شويه صعب. وضيف الى ذلك انه التكافل الاجتماعي صح ظهر بشكل كويس في الفتره الاخيره في ظل الصراع اللي حاصل في اليمن بيساهم في تخفيف بعض المعاناه، بس لو تجي تقيسها بمعايير ومؤشرات كويسه حتلاقي ان التكافل بيقل ما بيزيد. والسبب زي ما قلت لك يعني الخناق بيزيد على المجتمع هذا اقتصاديا وسياسيا، وللاسف ما فيش قياده سياسيه او حكومه سياسيه تدعو للتكافل الاجتماعي بشكل كويس. للاسف عاد احنا بنبدي نشوف اصوات الكراهيه والعنف والطائفيه تكبر وتكبر، والمفترض ان التكافل الاجتماعي يساعد على تلميم يعني يلم المجتمع مع بعض، يقوي النسيج الاجتماعي، يبعد الكراهيه والعنف اللي موجود في المجتمع. بس قلت لك التكافل ما حيستمرش في ظل انه في ضعف اقتصادي عالي وسياسه لا زالت للان مخططه وحكومتين في صنعاء وحكومه في عدن وكذا، يعني الوضع بيكون صعب شويه. المبادرات البسيطه اللي بنشوفها الان بالجمعيات هذه تحتاج لظهر، تحتاج لسند اللي يخليها تستمر في التكافل الاجتماعي. السند هذا قلت لك بيتاثر بالعوامل الاقتصاديه وبيأثر على التكافل الاجتماعي. لكن احنا بنتمنى يعني صراحه يعني مش بلهجه المحبط او صوت المحبط، اكثر ما هو صوت الشخص اللي بيشوف لا بعيد. احنا بنتمنى ان الوضع يتحسن والتكافل الاجتماعي يكون افضل من الوقت الحالي. لكن من وجهه نظري من خلال موجودي في الميدان والمجتمع وقريب من مبادرات الشباب وجزء من اعمالنا في المنظمات التكافل بيقل للاسف. يعني العيد الاول كان التكافل كبير، الان العيد هذا يعني اقول لك تجربه مثلا في العيد الاول كنا قادرين كان في الى 1000 الى 1500 شخص. الان تقريبا ما قدرناش نوصل حتى 300 ل 400 طفل يعني من الضيوف حق الحديده. لان الناس يا عمار يزدادون فقر يعني وربما بالضبط وزياده الفقر بيدي لك مؤشر واحد بس اللي هو ضعف القياده السياسيه انها تحسن من الوضع الاقتصادي. يعني انت الان عارف انه نزلوا قرار جديد انه اي شخص حيغادر اليمن لازم يدفع 50 دولار، يعني تخيل فوق ما التذاكر مرتفعه، فوق معاناه السفر الى عدن وشيئون، فوق المصاريف اللي بيدفعها المسافر بدل مواصلات وسكن لمده ليله او ليلتين وايجار التكاسي والاشياء دي كلها، بيكون صعب صعب جدا. يعني لو توضح لنا عمار سيدفع كم من يرغب بالمغادره؟ 50 او 50؟ 50 دولار. انا نزلها تقريبا سليم ونشرناها تقريبا بالفيسبوك قبل 3 ساعات، نزل القرار اليوم انه اي مسافر حيغادر عن طريق الخطوط الجويه اليمنيه او بلقيس او السعيده يتوجب عليه دفع 50 دولار مغادره. طبعا هذا الشيء ذكرني ثاني لما كنت في فلسطين، انا رحت فلسطين اكثر من 3 مرات، لما كنا نخرج من فلسطين كنا ندفع غرامه 50 دولار للاحتلال الاسرائيلي مش من فلسطين. ففكرت وجالي سؤال انه هل احنا في ارض طيب، والقرار انه تدفع 50 دولار لمن يرغب بمغادره اليمن تحت اي بند؟
موجود من هيئه الطيران وفي عدن موجوده المذكره المشرفه حتى في شبابي بالفيسبوك، واعتقد كلها اربع خمس ساعات حتلاقي بصيغه اعلاميه في الفيسبوك على القرار الجديد الموجود. طيب في موضوع اهميه التكافل الاجتماعي، للاسف اليمنيين يزدادون فقر عمار بظل الاوضاع الحاليه، لكن هناك كما اشرت انت في بدايه مداخلتك ان هناك هوامير اقتصاد يزدادون غنى ربما بسبب الوضع الحاصل والمضاربه في اسعار العمله والتلاعب باسعار المواد الغذائيه. هل هؤلاء يتركون شيء من يعني يقدموا مساعدات للناس البسطاء ام يزدادوا طمع يعني وبحث عن اموال اكثر واكثر يعني وفق مشاهداتك انت في الميدان مثلا على الاقل في صنعاء؟ يا سامي ببساطة أنا أقول لك هذول اللي بيفكروا أصلاً يساعدوا الناس، فببساطة قادرين ما يدفعون أسعار المنتجات اللي هي مخزنة عندهم اللي يشتروها بسعر دولار منخفض. صحيح. أول ما يعرفوا إن في تغيير بالعملة يروح ينزل لك المنتجات اللي هو أشتراها ومخزنها عنده بسعر قديم نفس السعر الجديد. إذا في نية إنهم يساعدوا المجتمع كانوا قادرين يبيعوا في المخازن اللي يشتروها بسعر الدولار المنخفض ويبيعوها للناس لما تخلص ويرفعوا أسعار بعد ما يشتروا بدولار جديد. وكم هؤلاء اصلا حياكلوا؟ هذا بياخذ لك مليون ويجيب لك 100,000 اذا كان مثلا عادي ينزلها بشروط واشياء وتصوير وذل ومهانه. لا لا للاسف صدقني يعني هوامير الاقتصاد بيزيدوا بسبب واحد فقط، ضعف الرقابه وضعف الحكومه انها يعني تشدد في الاجراءات الخاصه بالاشياء الاقتصاديه للمجتمع، وبنفس الوقت انها تساهم في انها تخفف على معاناه الناس الموجودين، وانت عارف انه الفقر الزايد يدل على حكومة وقيادة فاشلة، هذا مؤشر خطير أن القيادة قادرة أنها تتحسن من الوضع. والوضع صدقني مأساوي، يعني إحنا ما نمشيش نجلس نقول إنه الوضع كويس ونتفاعل بمبادرة مبادرتين، أنا أكلمك الآن على صنعاء وهي العاصمة، تخيل المدن اللي هي بعيدة وما حد يعرفها ولا يعرفها للجمال. مثلا عندك الدريمي، مثلا عندك المراء، وعندك أكبر مديريات الحديدة، من زمان فقيرة، فتخيل مع الوضع ما حد معبر لها أصلا. وكل اللي موجود في صنعاء بس بسبب انه يكون في ضجه اعلاميه ويكون في بروباغندا ويكون في حاجات بس انه الناس سالت وعملت والناس لا زالوا عايشين، بس حقيقه احنا بنموت باليوم 1000 مره. شكرا لك عمار مرشد من صنعاء، شكرا لك. اتصال اخر الاخ خالد من السعوديه، اهلا بك خالد. السلام عليكم ورحمه الله، شكرا لقناه بلقيس وشكرا لك استاذ سامي على السماح لنا في هذا الموضوع المهم. شكرا لك خالد، رايك في اهميه انا كانت تتخيل اخي العزيز كيف يكون الوضع الاجتماعي في الاوقات العاديه كانت في اليمن، فما بالك في هذا الظرف، ظرف الازمه والحروب، ولا كانت تتخيل ايضا ولنا جميعا ان نتخيل مقدار السوء والماساه والمعاناه التي يعيشها المجتمع اليمني في ظل ما نعاني جميعا. الكثير من اليمنيين اضطر الى او فقد عمله بشكل كامل، وكثير من الشركة تسرحت العمال إلى جانب انقطاع الرواتب إلى جانب شحة الدخل. تخيل البعض لا يجد لقمة عيش ليعطي أولاده في البيت، والبعض الآخر يضطر للتسول وبيع أغراضه من المنزل. هذا كله يسهل للعصابات والمجرمين استغلال حاجة الناس، وكذلك نشوف في هذه الأيام هوامير الفساد استغلت غنى سواء على مستوى صنعاء أو على مستوى المناطق الأخرى باستغلال حاجة الناس وخاصة الشباب وتسخيرهم في أمور كثيرة، في ارتكاب الكثير من الجرائم مثل السرقات وانتشار المخدرات واستغلال الناس للتجارة غير المشروعة. طبعا هذا كله يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي ويؤدي إلى انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع على اليمن بشكل عام. لكن وجود التكافل الاجتماعي بإمكان الحد في كثير في كثير لهذه المشاكل، ويؤدي إلى الحفاظ على كيان المجتمع. في ظل الأزمة وفي ظل غياب الدولة يصبح التكافل الاجتماعي أداة رئيسية لتماسك المجتمع. على سبيل المثال مثلا لو في كل منطقة أو قرية أو مدينة اجتمع الناس وكونوا بنية تكافلية لمساعدة الناس الأكثر عوزا أو الأكثر فقرا على مستوى هذه المناطق، التكافل الاجتماعي بشكل عام يحفظ الناس وخاصة الشباب، يحافظ عليهم من الضياع والتشرد. بدلا من ان يصبح الشباب وقودا للحرب بسبب الحاجه الى المال، بالتكافل الاجتماعي نوفر لهم لقمه عيش ومصدر دخل وعيش كريم. بالتكافل الاجتماعي كذلك تنتشر المحبه والرحمه بين الناس. وفي ظل الازمه وغياب الدوله عن القيام بدورها، يجب على المجتمع اليمني بشكل عام الا يقف موقف المتفرج او المحايد. يجب على كل فرد في المجتمع ان يساهم في الحفاظ على نسيجنا الاجتماعي من التمزق. على كل من يمتلك المال أن يساهم بمقدار بسيط من ماله،
ناهيك عن هوامير الفساد الذين لا يقدمون شيء للمجتمع لا من قريب ولا من بعيد. أشكرك جزيلا خالد، شكرا لك. محمد العريفي من صنعاء، أهلا بك أخ محمد. أهلا وسهلا، تحية لقناة القيس يتحدث الطالب الذي تحدث عبر الشاشة، تحية للزملاء، تحية لكم لتناولكم مواضيع العطاء الإنسانية. طيب محمد، هل عندما نتناقش ونخصص حلقات ومواضيع عن أهمية التكافل الاجتماعي وأيضا يتم مناقشة هذه المواضيع والدعوة لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هل هناك استجابة لها من قبل الناس؟ هل وسائل التواصل ووسائل الإعلام تؤثر في الناس وتدفعهم نحو التكافل الاجتماعي؟ بالفعل التأثير مباشر، يجسد روح العطاء وصور العطاء ويبرز صور العطاء، طبعا تظهر من خلال المبادرات والشبكات التي تتواجد والجمعيات ايضا تفاعليه، جمعيات خيريه ايضا، جمعيات انسانيه، منظمات مجتمعيه، منظمات ايضا. طبعا لا شك احنا بظروف صعبه ويجب ان تظهر الايادي البيضاء التي تحمل المشاعر الانسانيه والنبل والكرم. لا شك أن صور العطاء وهو ما يخفي جوهر روح الإنسان، وهي أفضل صور التي أن يعطي الإنسان في أحوج ظروف الحياة. طبعا أن يعطي دون فن أو أداء هذا مهم، لأن ظهور مثل صور مثلا تبرز لجمعيات أو كإعلانات لجمعيات، هذا موسس بحق الإنسانية، بحق الناس الفقراء والمساكين. طبعا الإسلام يجسد بقوله أن يعطي الإنسان أن لا تعلم شماله وما تنفق يمينه. أشكرك محمد العريفي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. حول الموضوع أيضا نقرأ بعض المشاركات من خلال فيسبوك. الأخ أبو سامي يقول: أتذكر في عام 2011 عندما صدر تقرير أمريكي بعد دراسة الوضع للمواطن اليمنيين، فكان خلاصة التقرير أنه في اليمن لا يعتمد المواطن على الدولة ويوجد تكافل اجتماعي نادر ما نراه بالمجتمعات، بمعنى أن كل شخص سيكمل آخر، كل أسرة تسند الأخرى، بما نقص هذا هو بقاء الشعب اليمني صامدا، وكما قالت الصحفية الأجنبية: وجدت الله في اليمن. الأخ عبد الفتاح يقول: لولا التكافل لما صمدت تعز، كل هذا الصمود الأسطوري، هذه حقيقة عايشناها في تعز. المغتربون قدموا الكثير في سبيل التكافل الاجتماعي والتخفيف من وطأة الحصار المفروض علينا. التكافل الاجتماعي هو سبب صمود المدينة وكسر عن جهية وغطرسة المحاصرين. التكافل الاجتماعي هو سمة الناس الذين يحملون ضمير حي وإنسانية رفيعة وقلوب مشبعة بالحب. إذن بهذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من البرنامج، في أمان الله.